في سياق التصعيد اليومي ضد القرى الأهلة بالمدنيين على خطوط التماس مع الفصائل الإرهابية في ريف عفرين المحتلة وناحية تل رفعت شمال غربية سوريا من قبل الاحتلال التركي، يبقى المدنيون هم الهدف الأبرز لعمليات القصف اليومي على الأرض في تلك المناطق. قرى تات مراش وشوارغا وتنب وإرشادية الأهلة بالمدنيين بناحية شيرة في ريف عفرين المحتلة تعرضت وبحسب مصادر محلية من المنطقة لقصف بأكثر من 150 قذيفة مدفعية وهاون مصدرها قواعد الاحتلال التركي المتمركزة في محيط مدينة إعزاز المحتلة، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة في ممتلكات المدنيين. قصف الاحتلال وبحسب المصادر توسع ليشمل قرى بينا وغابة قرية سوغانكي بناحية شيرا وفي ريف عفرين وقريتي علقمية وتل آجار بمحيط ناحية تل رفعت في ريف حلب الشمالي بهدف ترهيب المدنيين في تلك القرى ودفعهم للنزوح عنها. مشهد يومي يضع قاطني قرى تلك المنطقة من المدنيين الذين هم في الغالبية مهجرون من مدينة عفرين المحتلة أمام فوهة مدافع الاحتلال التي تحصد أرواحهم وممتلكاتهم رغم وجود نقاط عسكرية للقوات الروسية فيها دون أي رد على القصف الذي طال قبل أيام نقطة عسكرية له. يأتي ذلك بالتزامن مع استخدام قوات الحكومة السورية أرتالا عسكرية إلى ريفي ناحية عين عيسى ومنبج ومحيطة الرفعت، شملت دبابات وراجمات صواريخ وعربات مصفحة ومئات العناصر توزعت على نقاطها العسكرية المنتشرة على خطوط التماس مع الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي في المنطقة. أصيب شخص بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من دوار نوروز وسط مدينة عفرين المحتلة شمال غرب سوريا. وبحسب مصادر محلية من المدينة فقد استهدفت العبوة سيارة للفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي بالقرب من دوار نوروز وسط المدينة، ما أدى لإصابة شخص أثناء مروره في المنطقة. وكانت عبوة ناسفة قد انفجرت بسيارة عسكرية للفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي في قرية بصلجة بمحيط بلدة الغندورة في ريف حلب الشمالي، ما تسبب بإصابة 3 عناصر واحتراق السيارة بالكامل. يأتي ذلك في ظل الانفلات الأمنية الذي تشهده عفرين وباقي المدن المحتلة الأخرى بشمال غرب سوريا جراء عمليات التصفية الجسدية بين الفصائل الإرهابية على مناطق السيطرة وتهريب المخدرات والمدنيين إلى تركيا.